بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني الترحيب بأبنائنا الطلاب في العام الدراسي 2021-2022 في رحاب جامعة المنصورة، والتي تتميز بتقديم الخدمات الإلكترونية لطلابها، حيث أن الجامعة فائزة بجائزة أحسن جامعة في التحول الرقمي، وكذلك جائزة أحسن موقع إلكتروني. وفي هذا الإطار يسعدني في خلال الدقائق القليلة التالية أن أستعرض مع حضراتكم الخدمات الإلكترونية والتي تقدمها الجامعة لكم، مع خالص تمنياتي بقضاء عام دراسي مميز. هستعرض مع حضراتكم الخدمات اللي ممكن تستفيد بيها حضرتك كطالب. الخدمات بتدخل على بوابة الخدمات الطلابية اللي هي my.mans.edu.eg. كأول دخول لي كطالب مستجد، الدخول بيبقى بالرقم القومي كيوزر نيم، والباسورد بتكون هي رقم الجلوس بتاع استمارة الثانوية العامة. وفي هتلاحظ عندك هنا في ده تشات بوت، لو انت وقعت في اي مشكلة بتضغط عليه وبتتواصل في مسؤول من الكلية، بتدخل بياناتك والمشكلة اللي عندك، وفي مسؤول من الكلية مفروض يرد عليك فيما يخص هذه المشكلة. تعمل لوجن، دي مجموعة الخدمات اللي عندك. تقدر تستعرض بياناتك الشخصية، تطلع على نتائج الدراسية والجدول الدراسي. أهم خطوة مفروض حضرتك تعملها إنك تعمل بريد إلكتروني للجامعة. ما بتضغط على الزرار ده بيطلب منك إدخال بريد إلكتروني. البريد الإلكتروني ده @mans.edu.eg. بتختار الاسم اللي انت عايز تعمل بالبريد الالكتروني، ولو الاسم ده متاح بينشئ البريد الالكتروني ليك. القصة دي بتاخد حوالي 24 ساعة، ويبقى عندك بريد الكتروني تقدر تسجل فيه في بنك المعرفة وتستفيد بيه في حاجات كتير. لو انت نظام كريدت التسجيل الاكاديمي، من هنا سداد الرسوم الجامعية، ممكن تسدد بالفيزا كارد من خلال الموقع الالكتروني لحضرتك. التربية العسكرية، لو عندك دورة تربية عسكرية بتظهر نتيجتها هنا. ده لما بيطبع الكارنيه بتاع حضرتك بيظهر لك هنا تم طباعة الكارنيه. جداول الامتحانات الدراسية، السبيانات بتاعة المواد، قائمة الكتب اللي انت بتدرس منها بتكون موجودة هنا. لو في غياب بيسجل ليك على نظام بيظهر هنا الغياب بتاعك. لو في عندك تنسيق وفي بتحرر رغباتك بتبقى من هنا. ده البروجرس بتاعك في خلال الدراسة. ده المنصة التعليمية اللي انت بتدخل فيها من خلالها على المنصة التعليمية اللي انت بتدرس فيها، لو المقررات اللي بصورة الكترونية ده بيودي على المنصة التعليمية. لو دخلت ولقيتش مقررات موجودة فبتضغط تحديث المقررات، ده بيتيح انه بيحدث مقرراتك على المنصة. في حالة لا قدر الله كان في تعبت او حاجة، في حجز العيادة في مستشفى الطلبة بيكون من هنا، وهنا بتستعرض الحجوزات السابقة اللي انت قمت بيها. في برضو بعد ما تعمل الايميل بتاعك، من الخدمات المهمة ان انت من خلال office.com بتعمل لوجن بالاكاونت بتاع الايميل والباسورد بتوع الايميل اللي انت عملتهم على بوابة الخدمات بتاعت حضرتك. ده بيتيح لحضرتك انك تاخد اوفيس 365 مجانا، ودي خدمة بتوفرها الجامعة لحضرتك كطالب. في برضو من خلال خدمات مايكروسوفت بتقدر تنزل مايكروسوفت ويندوز مجانية، بتستفيد بيها برضو انت كطالب. دي باختصار مجموعة خدمات بتقدمها جامعة المنصورة لحضرتك. واي خدمة جديدة واي اشعار جديد هتلاقيه موجود على بوابة الخدمات الطلابية اللي هي المايو. طبعا برضو لو انت عايز تستخدم الانترنت في الجامعة، في اي اكسس بوينت موجودة في اخر اسمها كلمة students، تقدر تعمل لوجن باستخدام برضو نفس البيانات بتاعة الايميل بتاعك، اليوزر نيم اللي هو الايميل، الباسورد اللي هو الباسورد بتاعة الايميل. تقدر تستخدم الايميل او الانترنت اللي الجامعة موفرها لحضراتكم كطلاب. في النهاية بنرحب بحضراتكم، بنتمنى لكم الاستفادة بالخدمات الإلكترونية بتاعة جامعة المنصورة. شكرا جزيلا.